الحمد لله سريع الحساب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب ممن آمن وتاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا معشر الإخوان، إن من آدم المعاشرة الإسلامية إصلاح القلب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون المستغفرون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم.